تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين. فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع. وقد رافق جلالته خلال الزيارة اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي والمقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وخلال لقاء جلالته أيده الله بكبار الضباط أشاد بما تحقق في الموسم التدريبي السابق من نجاح ومن نتائج مميزة والعمل الجاد حسب الخطط الموضوعة لإعادة التنظيم للموسم التدريبي القادم لرفع الكفاءات. معربا جلالته أيده الله عن اعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل مؤكدا أنهم موضع تقديرنا الكبير وفخر للبحرين وأهلها دائما، شاكرا جلالته لهم جميعا الجهود السامية التي يقومون بها لحماية المكتسبات والإنجازات التي حققتها البحرين وشعبها الكريم والتأهب الدائم للمساهمة في التصدي لأي تحديات تهدد أمن منطقتنا، متمنيا جلالته لجميع رجال قوة الدفاع الشجعان دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها.